السلام عليكم، مساء الخير. راح أسوي درس سريع وبسيط جدا لحساب التيار الكهربائي لمحرك كهربائي. بافتراض أنه حصلنا على البيانات محرك من المانيوال، وهذه كانت هي البيانات اللي راح أوضحها. المحرك 3 فيز قدرته 5 حصان هورس باور، ويعمل على جهد 380 فولت، والباور فاكتور أو معامل القدرة له 85%، والكفاءة أو الإفشنسي 90% أو 0.9. أي محرك تلاحظ أو تلاقي عليه القدرة حقه بالحصان، هذه هي القدرة الأوتبوت الخارجة، يعني القدرة اللي راح يعطيك هذه، ما هي القدرة الإنبوت. فلازم نعرف أو نحسب القدرة الإنبوت أو الداخلة. الآن خلونا نروح نبدأ مع بعض كيف نحصل على القدرة الداخلة أو اللي راح تعطيها أنت للمحرك عشان تعطيك القدرة الخارج الخمسة. لحساب القدرة الداخلة أو الانبوت الانبوت باور، نحتاج قانون الكفاءة اللي يقول البي اوت على البي انبوت. وبما أنه أعطانا الكفاءة تساوي 0.9 حسب ما شفته في البيانات، وأعطانا أيضا البي اوتبوت، إذن عندنا البي الخارجة الأوتبوت، عندنا الكفاءة. من قانون الكفاءة نقدر نجيب البي إنبوت، وهي عبارة عن البي أوتبوت على الكفاءة. إذن حنلاحظ أن البي إنبوت طلعت لنا 5.56 هورس باور، وهذا منطقي أن البي إنبوت يكون أكثر من الأوتبوت. بعد ما حسبنا القدرة الداخلة بالهورس باور، الآن نبغى نحولها إلى وات، لأن الكهربائيين يتعاملون مع الوات في القدرة. كما نعرف ان الواحد هورس باور حيعطينا 746 واط، اذا ال 5.56 كم حيعطينا بالواط؟ الان ال 5.56 ضربناها في 746 اعطتنا 4147 واط. فحسبنا البي انبوت ثم حولناها الى واط باستخدام هذه العلاقة، اعطتنا البي انبوت عبارة عن هذا الرقم. الآن الخطوة الثالثة، حنحسب التيار من هذه العلاقة اللي هي علاقة القدرة في 3 phase اللي هي الريال باور، وهذه هي علاقتها. فحتساوي جذر 3 في الجهد، عفوا في التيار، في الجهد في كوساين ثيتا. كوساين ثيتا هي نفسها الباور فاكتور زي ما أنا كاتب فوق. إذن هذه علاقة القدرة أو الريال باور في 3 phase، عبارة عن جذر 3 في التيار في الجهد في الباور فاكتور اللي هو نفسه كوساين. ولكن ما هي الريال باور اللي هنا؟ هي البي انبوت اللي انت حسبتها اصلا، القدرة الداخلة، وهذا الجهد اللي حيدخل، وهذا التيار اللي حينسحب. واحنا من هذه العلاقة نحتاج نحسب الاي، فراح استخرج الان علاقة التيار بهذه المكونات الثانية في المعادلة تحت. الان هذه هي المعادلة بعد ما حولناها الى التيار كمجهول في الطرف لحاله، وعوضنا بالارقام اللي حصلنا عليها من البيانات. فعوضنا على الباور اللي حسبناها أول، والروت جذر 3، والجهد 380، والباور فاكتور 85%. ولو عملت هذه العملية الحسابية في الآلة الحاسبة، تحصل أن التيار طلع 7.41 أمبير، وهذا هو التيار. إذن هذه هي طريقة حساب التيار لمحرك كهربائي 3 فيز من واقع بياناته. شكرا لكم.